إذن أعزائي المشاهدين، كذا تابعنا وياكم إعلان نتائج شوط البيرق لمهرجان ظفر 2017، ومعنا صاحب ناموس المركز الثالث. هذا الإنجاز الكبير للأخ عيد بن راشد بن ذيبان المنصور. يقول لك مرحبا ومسهلا يا أبو راشد، هذا الفوز والناموس. الله يحييك ويا مرحبا بقناة الصحراء اللي غنية عن التعريف. ما شاء الله يا أبو راشد، رمز جيد في شوط كبير، شوط البيرق شوط صعب ما شاء الله عليه، وحصولكم على هذا الناموس وعلى هذا الرمز الوشاح، لمن تدون هذا الناموس؟ نهديه للمحبين البل ورئيس الدولة والاخوان الاعزاز الكرام. يستاهلون. ابو راشد، حدثنا عن المنقية وعن هذا الانجاز في هذا الشوط. هذه ابل تلات، نعم، من اولها لاخرها لين الخمسين، ما شاء الله، وفضل الله فضل حكومتنا اللي عانتنا على بناء هذا الحلال. ايش رايك في قوه هذا الشوط ومنافسه الاخوان في هذا الشوط؟ والله المنافسه كانت قويه بيننا والجماعه، والحمد لله على كل حال، واللجنه كانت مرقمه على حسب ما رشح الجمهور، ومشكورين على جهدهم وتعبهم للحلبات. ما شاء الله، انتم تركتوا الشوط الخامس تاج، ربي يعوضكم في شوط البيرق ما شاء الله عليهم. الحمد لله على كل حال، الانسان مسير مش مخير. يومك دائما ان شاء الله ابو راشد. الله يسلمك، جزاك الله خير، يكفي انهم ثلاث ومشاركه معي بالمشرايه بالملايين، مش يعني بالعاديه، والحمد لله على ما يعطي الله. يومك دائما ان شاء الله ابو راشد. شكرا طيب، بارك الله. سكت على الابطان والموقف يبي شد الحزام، سوقوا على الظفره يا ملاك الحلال ووردوا، سوقوا عطايا الله ونصيحه توثقوا اليوم الزحام، يوم العرب تشهد على اللي سرحوا ثم اخروا، لي ما رخص ماله وجهده ما يعوضه الكلام، يا ما عرب ماروا على كسب التحدي وخسروا. Oh,
بكت على الابطان والموقف يبي شد الحزام. سوقوا على الظفره يا ملاك الحلال ووردوا، سوقوا عطايا الله ونصيحه توثقوا اليوم الزحام. يوم العرب تشهد على اللي سرحوا ثم اخروا، لي ما رخص ماله وجهده ما يعوضه الكلام. يا ما عرب ماروا على كسب التحدي وخسروا.